أعتقد إن إحنا كنا متفقين من فترة طويلة إن 2017 هي عام أوروبي غربي بامتياز، وإن ما زال أرض الحرب هي الصراع الخفي اللي بيتم تبادل الأدوار بحثاً عنه. يعني ببساطة مطلوب صناعة حرب علشان تبقى هي المبرر والغطاء اللي هيتولد منه النظام العالمي الجديد، واللي عنوانه الأهم تغيير النظام المالي والمصرفي. علشان ده يتم، الخناقة بتقول إن اللعبة القديمة هو ده اللي عايزين يلعبوها، يعني لازم تكون من قلب أوروبا. وقلب أوروبا ده عنوان الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. والخناقة دلوقتي إن الألمان وعلى رأسهم ميركل بتعي تماما خطورة أن تعاد اللعبة للمرة الثالثة من قلب أوروبا، لأن ده معناه كسر ألمانيا للمرة الثالثة علشان تبدأ من لحظة الصفر، وكسر ألمانيا لازم يبدأ من فرنسا. والمسألة ما هيش بعيدة عننا زي ما البعض بيتخيل، لأن في محاولة الإزاحة الأوروبية لأرض الحرب بيكون البديل هو الحرب في الشرق الأوسط باستدعاء أطراف أوروبية علشان لازم تخسر. والخناقة دي لحد دلوقتي لم تحسم. مرة كان في توقع أن تكون من سوريا، ومرة كان في توقع أن تكون سوريا والعراق الهلال الخصيب، والملعب مفتوح ولحد دلوقتي لا يوجد شيء محسوم. لكن 2017 عام أوروبي بامتياز. شرطي العالم انسحب، لكنه انسحاب تكتيكي، يعني انسحاب مؤقت، وتم تسليم الراية بالكامل لبريطانيا. والمسألة الآن أصبحت أكثر وضوحاً، لأن تغيير الأدوار بيتبعه بالضرورة تغيير اللاعبين. علشان نجيب الجديد في الكلام اللي احنا بنقوله بقالنا فترة، اللي احنا بدأنا مع حضراتكم ده، تعالوا نبص على الصور ونحطها جنب بعض. لو بدأنا من عند الاتهام الغريب، لأنه ليه غريب؟ لأنه بيخرج من وزير الدفاع البريطاني، مش حد مسؤول عن الإعلام. وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون بيتهم روسيا باستخدام سلاح التضليل في تحذير واضح إن الحرب الإلكترونية اللي بتستخدمها روسيا من قبل، يعني هذا الاتهام من قبل وزير الدفاع البريطاني، بتعتمد على اعتماد كلي على وسائل الإعلام. واللي قال فيها هذا الرجل كما يظهر قدام حضراتكم: نرى بلداً يحقق عبر سلاح التضليل ما يمكن أن نراه الآن كعصر ما بعد الحقيقة. وافتكروا الكلمات دي حتى لو محدش من إعلامنا ركز مع حضراتكم عليها: عصر ما بعد الحقيقة. علشان نوصل لعصر ما بعد الحقيقة، الإنجليز بدأوا عملية التضليل بأن هي تهمل روسيا، اتهام لوزير يعني شغل إعلام. لكن السلاح ده اللي هو جزء من أدوات حروب الجيل الرابع طالع على لسان مين؟ وزير الدفاع البريطاني. روسيا بالتأكيد قبل ما ترد استمعت لتفاصيل ما بين سطور هذا التحذير البريطاني، لأنه كان أخطر ما فيه إن قيل إن روسيا بتختبر حلف شمال الأطلسي والغرب كله، وهي بتتعامل مع أطراف أوروبية عديدة، لدرجة إن الكلام ده كان فيه تحذير واضح وصريح من أن إذا موسكو ما تلاعبت، ونركز شوية، في الانتخابات الألمانية القادمة. وهنا مربط الفرس: بعد ما تم الاتهام للروس إن هم كانوا ضلع وطرف أساسي في وصول دونالد ترامب للحكم في أمريكا، الآن فرنسا هم قادرين يلعبوا في المشهد حتى اللحظة. لكن العين على التقيلة في أوروبا، أرض الحرب ألمانيا، وكل المقدمات بتقول أن الروس وغيرهم في الإقليم بتاعنا، ربما نكون إحنا منهم، جزء من مصالحنا أن تبقى ميركل على رأس إدارة الأمر في ألمانيا. الإنجليز مش عايزين ميركل، لأن ميركل قادرة لحد دلوقتي تزيح إمكانية أن تكون ألمانيا أرض الحرب، وبناء عليه الإنجليز مش عايزينها. ومن اللحظة دي المطلوب إن احنا نروح في حتة تانية خالص.